فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أحيانا يخرج منها دفقة دم يسير، هل يعد هذا حيضا؟ اللي ما يستمر ليس حيضا، الذي لا يستمر ليس حيضا، إنما هو حدث من الأحداث. نعم، ينقض الوضوء وهو نجس تغسله ويعتبر من الأحداث التي تنقض الوضوء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.